والمنظمة سجلت بالنسبة لهذه السنة 153 حالة. في التقرير هذا وصف للمناخ الأمني، وصف للمناخ القانوني، ووصف للمناخ السياسي. أعطينا فكرة على الانتهاكات حسب جهات البلاد، وتوا تلاحظوا اللي تونس وبنزرت وزغوان هما أكثر مناطق يصير فيهم تعذيب، 62%. عندكم الشمال الغربي 19%، الوسط والجنوب 12%، ثم الوطن القبلي والساحل 7% فقط. عندكم بعد السلطة المسؤولة عن الانتهاكات، حددنا السلطة المسؤولة على هذه الانتهاكات وقلنا وأنه 62% من الشرطة، السجون 24%، ثم الحرس 14%. هذوما المسؤولين على الانتهاكات، وصنفنا الانتهاكات، فما تعذيب، فما سوء معاملة، فما موت مستراب، فما تهديد ومحاولة اغتصاب، وفما الاعتقال التعسفي. التعذيب، احنا صدقنا على الاتفاقية الدولية سنة 88، بن علي باش يظهر نفسه ديمقراطي دوب ما جاء صادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. به الاتفاقية هذه اش تقول؟ تقول حتى حالة الحرب لا تبرر التعذيب، أكثر شي من هك. احنا كان قلنا عنا حرب على الإرهاب، حتى حالة الحرب لا تبرر التعذيب. يا أخي أنا نحبهم الإرهابيين ولا نعتبرهم بشر؟ ما همش معناها هذوما الناس يقتلوا، وناس أبرياء ما عملوا لهم شيء، يززروا ينجموا يذبحوا. وريتوا قديش من مرة ذبحوا ضحايا. إيه بالنسبة ليا هذوما رغم بشاعة الجرائم اللي يقوموا بها، الدولة يلزم تكون متحذرة، الدولة تطبق القانون، ما نكونوش احنا متوحشين كيفهم. في الفترة السابقة، فترة مثلا زين العابدين، بورقيبة، اكسترا،